السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الأول متوسط الجزء الأول. عندنا درس العبارات الجبرية، راح أشرح صفحة 16 وصفحة 17. فكرة الدرس: كتابة العبارات الجبرية، إيجاد قيمة عبارة جبرية، المفردات المتغير والعبارات الجبرية وإيجاد قيمة عبارة جبرية. أتعلم: في السلة عدد من حبات التفاح، وبعد أن أخذت منها زهراء 3 تفاحات أضافت منها عددا من حبات التفاح حتى تضاعف عددها 3 مرات. كيف يمكنك أن تعبر عن عدد التفاحات في السلة في كل واحدة؟ يعني أخذت زهراء 3 حبات تفاح، وبعدين ضافت أمها عددا من حبات التفاح، ضاعف عددها 3 مرات، مثل حبات يعني تفاح بالمتغير X، وعدد تفاح المتبقي بالسلة X ناقص 3، وبعدين نقول 3 مرات 3 و X ناقص 3. هذا الحل يصير. نأخذ المثال الثاني، يقول اكتب عبارة جبرية تمثل كل مما يأتي: أكثر من M 16، نقول M زائد 16. يلا عيني، مثال الثاني نحله. مثال الثاني يقول لي اكتب عبارة جبرية: اولا اكثر من ام 16. هنا عندنا اكثر يعني زائد، يعني نقول ام زائد 16 16، بس هيك الحل. أكثر زائد 2 قايل لي أقل من L بعشرة، يعني شنو أقل؟ الأقل طرح، الأكثر زائد والأقل طرح، يعني شو أقول؟ L ناقص 10، L ناقص 10، احفظها، اكثر زائد واقل ناقص، هاي 2. 3 قايل لي اكثر من x ناقص 2 4 ب5. يلا عيني شلون نحل. اكثر قلنا زائد، اكثر زائد يعني اذا اقول x ناقص 2 بين قوسين 4 زائد 5، قايل لي ب5 زائد 5، وعدي أكثر زائد، هذه ثالثا. رابعا قايل لي 4 أمثال F زائد 6 أس 3 أس 3. الأمثال هنا عدي أمثال يعني ضرب، 4 الأمثال ضرب، الأكثر زائد الأقل ناقص. 4 نقول F زائد 6 بين قوسين 3 أس 3، هذه رابعا. زين، خامسا قايل لي أقل أي أقل من Y زائد 3 بأربعة أس Y زائد بأربعة أس 2 أس 2. يلا عيني، أقل قلنا ناقص، إذا شو أقول؟ واي زائد 3 ناقص 4 قايل أس تربيع، 4 تربيع. زين، سادسا قايل لي كي ناقص 3 مقسوم، إذا عدي مقسوم مقسوم على 8 يعني مقسوم قسمة، يعني أقول K ناقص 3 مقسوم تقسيم 8. هسه ايش عرفنا من هذه الصفحة؟ مقسوم تقسيم، أقل ناقص، أمثال ضرب، أكثر جمع. هذه صفحة 16
المثال الثاني. ناخذ المثال الثالث، يقول الفواكه: اشترت سهير عددا من أقداح عصير الفراولة بمبلغ 1500 دينار. اكتب عبارة جبرية تمثل ثمن قدح العصير الواحد. يلا عيني. سهير اشترت، هذا مثال الثالث، اشترى سهير أقداح عصير 1500 بمبلغ 1500. فش أقول؟ أقول 1500، 1500، 1500 تقسيم أم، 1500 تقسيم أم، لأن قال اشترت سهير عددا من أقداح عصير الفراولة بمبلغ 1500. اكتب عبارة جبرية تمثل ثمن قدح العصير الواحد. 1500 تقسيم أم. هسه هذا المثال صفحة 16. ناخذ صفحة 17. ناخذ صفحة 17. التعويض بالعبارات الجبرية. جد قيمة العبارة الجبرية في كل مما يأتي باستعمال قيمة المتغير المعطى. 3x ناقص 5 تربيع مطيني x يساوي لنا 20. يلا. المثال الرابع صفحة 17. جد قيمة العبارة الجبرية مطيني 3x ناقص 5 تربيع و x يساوي لنا 20. يلا يعني خلينا نحل. 3 هنا نقول الحل مكان كل x أخلي 20، يعني نقول 3 في 20 ناقص 5 تربيع. 3 في 20 ناقص 5 تربيع، 5 في 5 25 يساوي لنا 3 في 20 60. 60 ناقص 25 يساوي لنا، نقص 60 من 25، هنا 10 وهنا 5، 10 ناقص 5 5، 5 ناقص 2 3 يساوي لنا 35. يساوي لنا 35، بس مجرد مكان كل اكس خليت 20. زين. ثانيا قايل لي 6 واي زائد 3 ناقص 52 ومطيني واي يساوي لنا سالب 4. يلا عيني. 6 مكان كل واي اخلي ناقص 4 زائد 3 ناقص 52 يساوي لنا 6. هنا بينات في ناقص 4 زائد 1 إشارات مختلفة، نزل إشارة الكبير واطرح اللي هو سالب 1 ناقص 52. 6 هذه طبعا في 6 في سالب 1 سالب 6 ناقص 52. إشارات مشابهة، نزل إشارة ونجمع سالب 52 و 6 58، سالب 58. هذه المثال الرابع، بقالنا واحد من المثال الرابع. مطيني 3 تربيع و 72 تقسيم زت ناقص 5 و 72 زائد زت، ومطيني زت يساوي لنا اشقد زت 8. يلا عيني. هذا السؤال أهم مكان كل زيت أخلي 8، 3 تربيحة 9، هذه 3 تربيحة 9، 72 أنزلها تقسيم الزيت إشقد 8 ناقص 5، 72 أنزلها زائد الزيت 8. كل شيء ما سويت، بس عوضت مكان كل زيت خليت 8، 9 هنا في
72 تقسيم 8 بها 7، بها 7. زين، لأن 7 مو 7، لا 7 في 8 56، بها 9، 9 في 8 72، 9 بها 9 ناقص 5 أنزلها في بيناتن 72 و 8 72 80 بها نجمع 80 يساوي هسه 9 في 9 هذه 9، 9 في 9 81 ناقص 5 في 80 0، 5 في 8 أي دقيقة أي 5 في 8 40 ويساوينا إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير واطرح 400 ناقص 81 هنا عندنا 10 وهنا وقها وهنا 3 10 ناقص 1 9 9 ناقص 8 1 3 319 ويساوينا سالب 319 هذا المثال الرابع هسه عندنا المثال الخامس مثال الخامس قايل جد العبارة الجبرية مطيني مطلق السالب 18 زائد x تربيع ناقص 99 ومطيني x يساوينا 9 يعني المطلق السالب 18 أوخر المطلق أقول بس 18 زائد x تربيعها مكان كل x أخلي 9 تربيعها 81 ناقص 99 يساوي 18 زائد 81 بها 99 ناقص 99 يطلع لنا 0 زين ناخذ بعد مطيني هذا هنا ما يكفي ثلاثة واي تربيع تقسيم سالب ثلاثة واي ناقص سالب 36 تقسيم 2 واي ومطيني واي يساوي لنا سالب 9 يلا عيني هسه شو اسوي 3 مكان كل واي اخلي سالب 9 تربيع يعني سالب 9 تربيع لان هذا الواي تربيع مطينا لا هذه مو على الواي تربيع هذه تربيع 3 تربيع 3 تربيعها 9 ناقص هذا الواي مكان كل واي اخلي سالب 9 هاي بيناتن فيه ضرب تقسيم سالب 3 في واي 9 سالب 9 ناقص 36 مطلقها تقسيم 2 في سالب 9 يعني يساوينا 9 في سالب 9 سالب 81 تقسيم سالب 3 3 في 9 27 لأن السالب بالسالب موجب ناقص 36 تقسيم 2 في سالب 9 سالب 18 سالب 81 تقسيم 27 ناقص دقيقة خلينا نطلع الناتج خنطلع هنا رأس الناتج سالب 81 تقسيم 27 ناقص 36 إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير واطرح 36 ناقص 27 هنا 16 وهنا 2 16 ناقص 7 بها 9 تقسيم سالب 18 بها 2 يعني 9 18 تقسيم 2 بها 2 إذن نقول أي 2 لحظة هنا 27 هسه شو نقول 81 تقسيم سالب تقسيم 27 بها سالب 3 وهنا 18 تقسيم 9 بها موجب 2 إذن إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير واطرح اللي هو سالب 3 ناقص 2 بها 1
هذه خاف خربطته، نقول قسم 81 تقسيم 27، بعدين نطلعها ننقصها من 36 ونقسم 36 تقسيم 8، طلع لنا سالب 3 زائد 2. هسه بقالي المثال السادس. المثال السادس صورة رسم بسام صورة لخريطة العراق ممثلة بعلم العراق على ورقة مستطيلة الشكل، طولها يزيد على عرضها بمقدار 11 سنتيمتر. اكتب عبارة جبرية تمثل مساحة الصورة، وجد هذه المساحة عندما يكون عرضها يساوي 39 سنتيمتر. يلا عيني، المثال السادس. المثال السادس بسام صورة، يعني احنا نقول نفرض عرض الصورة دي وطول الصورة دي زائد 11، لان هو قايل لي بمقدار 11. يعني عرض الصورة دي وطول الصورة دي زائد 11، مساحة الصورة يعني اقول دي في، يعني نقول الطول بالعرض دي في دي زائد 11، او مطيني الدي مطيني 39. زين، هسه نقول الدي عوض 39 في، والدي هذا 39 زائد 11 يساوي 39 في 39 زائد 11 50. حنضرب 39 في 50، الصفر ينزل، 9 في 5 45، 3 في 5 15 و4 19، 1950 سنتيمتر تربيع. هذه رياضيات صفحة 16 وصفحة 17.